للحديث أكثر حول أثار الزلزال الذي ضرب تركيا صباح هذا اليوم، وأيضا يعني تبعات هذا الزلزال على العراق تحديدا، تنضم إلينا من هناك مراسلة الشرق منة الله ظاهر. صباح الخير منة الله، يعني ضعينا في الصورة إذا ما كان هناك تسجيل لأي خسائر حتى الآن في العراق الذي شعر به يعني سكان العراق بها أثار هذا الزلزال الذي ضرب تركيا. بداية تحياتي فهد، يعني بحسب اتصالنا بوزارة النقل العراقية وتحديدا هيئة الرصد الزلزالي التي لغاية الآن هي تجري تقريرها بخصوص الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا وتحديدا مدينة غازي عنتاب التركية. هذا التأثير بحسب هيئة الأرصاد والرصد الزلزالي العراقية التابعة لوزارة النقل قالت إنها يعني تأثيرها على المناطق الشمالية في شمال العراق وخاصة محافظة دهوك المحادية لتركيا، إضافة إلى أنها قالت أن المواطنين قد شعروا بالزلزال دون تسجيل أي أضرار لغاية الآن، نحن بانتظار البيان الرسمي الذي سيصدر من هيئة الرصد الزلزالية عما إذا كانت بعد عمليات يعني بحثها وتحريها إن كانت لربما هنالك سجلت يعني إصابات أو أضرار بشرية أو مادية، لكن بحسب المصادر الأولية التي يعني حصلنا عليها تقول أن المواطنين فقط شعروا بالهزة دون تسجيل أي أضرار. نعم فهد، هل شعر المواطنون في مناطق أخرى من العراق منا يعني بهذا الزلزال أم فقط المناطق في شمال العراق؟ يعني بحسب ما توصلنا إليه من الاتصال الهاتفي الذي دار قبل الدخول بهذه المداخلة معك، يعني قالوا أنه الشعور فقط هو شعور المواطنين التماسهم لهذه الهزة في المناطق الشمالية من شمال العراق تحديدا إقليم كردستان على عكس مناطق وسط وجنوب وغرب العراق. أشكرك منة الله ظاهر مراسلتنا من العراق، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. ننتقل إلى اسطنبول وللمزيد تنضم إلينا من هناك آلاء جول مراسلة الشرق للأخبار. صباح الخير آلاء، يعني ضعينا في الصورة آلاء، كيف هي الأمور في تركيا حتى الآن؟ ما هي آخر حصيلة للضحايا؟ وإذا يعني ما هو مقدار الأضرار حتى الآن آلاء؟ نعم صباح الخير، يعني حتى الآن وكحصيلة غير نهائية 76 ضحية قضوا نتيجة هذا الزلزال الذي أصاب مدن الجنوب الشرقي في تركيا. مركز الزلزال كان ولاية كهرمان مرعش، وحسب مقياس ريختر بلغت شدته 7.4 على مقياس ريختر. أيضا يعني هناك حصلت 42 هزة ارتدادية كان أكبرها بقوة 6.6. هذا الزلزال ضرب 10 ولايات في الجنوب الشرقي من تركيا، ومنها ولاية ملاطيا، غازي عنتاب، هاتاي، أدنا، كيلس، أضيمان، ديار بكر، شانلي أورفا، وأثمانية. هذه أو أغلب هذه الولايات هي ولايات حدودية مع كل من سوريا والعراق. الزلزال وقع في 4 فجر هذا اليوم وبعمق 7 كيلومتر تحت سطح الأرض. طبعا فرق الإنقاذ مستمرة في أعمالها، وأيضا هناك فرق إضافية توجهت من كافة الولايات والمدن التركية إلى ولايات الشرق في جنوب تركيا، وذلك للمشاركة بأعمال البحث. أيضا هناك مئات المصابين، وأيضا كحصيلة غير نهائية بلغ عدد المصابين 450 مصاب، وهذه الأرقام بالتأكيد قابلة للزيادة، لأنه بحسب خبير زلازل تركي فإن هذا الزلزال يعد هو الأقوى في تركيا بعد الزلزال الذي ضربها في عام 1999. طيب هل هناك من أي تفاصيل حول جهود إنقاذ الضحايا حتى الآن آلاء؟ وإذا ما كان هناك ربما مشاركة دولية أو عرضت بعض الدول مساعدة ربما في الانتشال الضحايا، هل من تفاصيل حول هذا الموضوع؟
نعم، يعني الهلال الأحمر التركي دعا المواطنين للتبرع بالدم في كافة المدن التركية، وذلك لتغطية احتياجات محتملة في وقت لاحق. أيضا إدارة الكوارث والطوارئ دعت المواطنين لعدم استخدام الاتصالات إلا للضرورة والاستعاضة عنها بالرسائل القصيرة، وذلك يعني تحسبا من أن تؤثر هذه الاتصالات على أعمالها المتواصلة في يعني عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين تحت الأنقاض. أيضا وزير الداخلية التركي السيد سليمان سويلو قال أنهم أطلقوا تحذير من المستوى الرابع، وهذا إنذار يشمل طلب المساعدة الدولية. أيضا يعني هناك مئات المباني في هذه الولايات المتضررة، بعضها تضرر بشكل كامل وبعضها تضرر بشكل جزئي. حتى الآن تتوارد الأنباء، وأيضا يعني هناك أخبار من مصدرها الجانب يعني التركي تقول بأنه أكثر من 100 قتيل أيضا يعني قضوا جراء هذه الزلازل على الجانب السوري. طبعا سنبقى في متابعة معك يا لاء لتطورات هذا الزلزال، ويعني أي جهود إنسانية لانتشال الضحايا في خلال الساعات المقبلة. أشكرك يا لاء جول مراسلة الشرق للأخبار من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. ومن حيث توقفت وديان عن الزلزال في تركيا، نتوقف مرة أخرى مع هذا الملف. ينضم إلينا من اسطنبول محمود علوش، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. صباح الخير سيد محمود. يعني هذا الحادث الكبير يعني الذي أسفر عن الضحايا بالعشرات وأضرار مادية وبشرية كبيرة، يعني برأيك أنه هل لو أبدأ معك من جهود الإنقاذ حاليا، هل الدولة في تركيا والحكومة لديها الجاهزية للتعامل مع حجم الضرر الذي وقع اليوم؟ بداية صباح الخير، أولا نسأل الله الرحمة للضحايا، وأيضا نسأل الله العون للمنكوبين سواء في تركيا أو في سوريا. طبعا كما تعلمون الزلزال عنيف لم تشهده تركيا منذ نحو عقدين من الزمن، بلغت قوته نحو 7.8 أو 7.9. أيضا هو يعني بقعته الجغرافية كانت واسعة، شملت 7 ولايات تركيا تقريبا، وبالتالي يعني ربما هذا ما يفسر إلى حد كبير كيف أن الأضرار كانت كبيرة وعالية جدا. تركيا لديها تجربة وخبرة في قضية الكوارث الطبيعية لا سيما خلال العقدين الماضيين، وبالتحديد مع تجربة الزلازل، لكن بطبيعة الحال شاهدنا كيف أنه أعلنت السلطات اليوم رفع حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهما يعني ما يعني قبول المساعدات الدولية، في إشارة إلى أن تركيا يعني الجهود الذاتية لن تكون كافية وحدها للتعامل مع هذه الكارثة الإنسانية الكبيرة. السبب بتقديري هو يعني أنه حجم المناطق المتضررة كبير جدا، الحاجة إلى الأولوية الحالية إلى إخراج الضحايا المحتملين من تحت الأنقاض، أيضا مسألة إخلاء المباني التي يفترض أو التي هي معرضة فعلا لخطر الانهيار فيما لو حدث نشاط زلزالي جديد في المنطقة، بالإضافة إلى أنه بطبيعة الحال تركيا الآن أو جنوب شرق تركيا وجنوب تركيا تشهد عاصفة ثلجية، وبالتالي الظروف الطبيعية ربما تعيق إلى حد كبير أعمال نشاط الإغاثة لمساعدة المتضررين. بتقديري يعني الوضع صعب جدا، حتى الآن يبدو أن الصورة بدأت تتضح بعض الشيء، لكن أعتقد أن حجم الكارثة كبير جدا. طيب يعني الرئيس أردوغان أعلن عن وضع كافة الوحدات في حالة تأهب، هل يعني نتوقع استمرار جهود الإنقاذ؟ هذه طبعا ستأخذ من المؤكد العديد من الأيام ربما، لكن لو تحدثنا هنا يعني صحيح عن هذه الجهود، برأيك كيف يمكن ربما، ما هي الأشياء التي ستحتاجها تركيا من مساعدات دولية على وجه الخصوص؟ يعني إلى الآن الولايات المتحدة أعلنت عن استعدادها لتقديم المساعدات، ما هي المعدات أو الأشياء التي تنقص تركيا برأيك؟ طبعا المساعدات العينية مهمة جدا على يعني سبيل المشاركة الدولية في عملية الإنقاذ ورفع الأنقاض من أجل البحث الوصول إلى الضحايا تحت الأنقاض.
أيضا مسألة تقديم المساعدات على صعيد الحاجات اللازمة من خيم لإيواء الذين شردوا من منازلهم بفعل هذا الزلزال، بطبيعة الحال هذه الجهود يعني كلما كانت المشاركة الدولية فيها بشكل أكبر، كلما سهل على تركيا معالجة سريعة لهذه القضية ولهذه الكارثة الإنسانية وتقديم العون اللازم والواجب بالنسبة للسكان في المناطق المتضررة من الزلزال. بطبيعة الحال يعني الاستجابة الدولية، شاهدنا الموقف الأمريكي وهو أيضا يعني موقف جيد، يبدو أن الولايات المتحدة أيضا تتجه إلى إرسال مساعدات إلى تركيا. أعتقد أنه خلال الساعات المقبلة بطبيعة الحال سيكون هناك الكثير من الإعلان عن المساعدات من مختلف الدول من أجل مساعدة تركيا، وأيضا يعني مساعدة المتضررين في سوريا جراء هذا الزلزال. بطبيعة الحال أي تعاون على مستوى الجهود الدولية في مواجهة هذه الكوارث الإنسانية هو مسألة إيجابية بالنسبة للجميع بتقديري، لأن الأولوية يجب أن تكون لمساعدة الناس من أجل تجاوز هذه الكارثة التي يعني بالفعل لم تشهدها تركيا منذ نحو عقدين من الزمن. طيب يعني لحد الآن فقط أذكر يعني أنه مسؤول كبير بالنسبة لسوريا أكد أنه ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال لأكثر من 230 قتيل و600 مصاب، هذا في الجانب السوري. طيب لو تحدثنا هنا عن أيضا يعني ربما الوضع في سوريا يمكن قد يكون أكثر مأساوية يعني في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعانيها البلاد، ما هي برأيك أنه كيف يمكن دعم جهود الإغاثة أيضا في سوريا؟ يعني نحن نتحدث بطبيعة الحال عن حرب، عن صراع في سوريا. من الواضح أنه يعني جزء كبير من المناطق المتضررة في شمال غرب سوريا هي تقع تحت سيطرة المعارضة التركية. بطبيعة الحال هذه المناطق تديرها تركيا، لكن بطبيعة الحال ستكون تركيا بحاجة أيضا إلى أن تكون هناك جهود دولية في مساعدة سكان المناطق المتضررة في شمال غرب سوريا من هذه لمواجهة هذه الكارثة. أيضا المناطق الأخرى في سوريا الواقعة تحت سيطرة الحكومة بطبيعة الحال متضررة للغاية. الوضع الاقتصادي في سوريا صعب جدا كما تعلمون، ربما يكون الوضع أكثر مأساوية فيما يتعلق بسوريا مقارنة بتركيا. تركيا في نهاية المطاف هي دولة لديها إمكانات للتعامل مع مثل هذه الكوارث البشرية، لكن بطبيعة الحال لا يبدو الوضع على يعني بهذا الشكل في سوريا. بتقديري الجهود الإنسانية كما قلت يجب أن تركز بشكل أساسي على كيفية تقديم المساعدة من منطلق إنساني وليس من منطلق سياسي. بمعنى آخر كما تعلم يعني هناك العديد من الدول التي ليست لديها في الوقت الراهن علاقات مع النظام السوري، لكن الأمر إذا ما أرادت هذه الدول أن تشارك في جهود مساعدة المتضررين من هذه الكارثة الإنسانية فبالأمر يتطلب بتقديري قرار سياسي أكثر من هو من كونه قرار مرتبط بدوافع إنسانية. الوضع في سوريا صعب جدا يعني بسبب أنه الأبنية المدمرة بفعل الحرب والمنهكة بفعل الحرب المستمرة منذ نحو 10 سنوات، بطبيعة الحال كان أثار الزلزال كبيرة على نحو كبير. أيضا نشاط الجمعيات الإغاثية في شمال سوريا على سبيل المثال تراجع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي من الصعب على السلطات المحلية التي تديرها المعارضة أن تقوم بالحد الأدنى من أعمال الإغاثة من أجل مساعدة السكان على مواجهة أضرار هذه الكارثة الإنسانية. أعتقد أن الوضع في سوريا صعب جدا، يجب على العالم أن يسارع إلى تقديم العون للسوريين وأيضا لتركيا من أجل مواجهة هذه المأساة. أتمنى الشفاء لكافة المصابين ونسأل الله الرحمة لكل من قضى في هذا الحادث. أشكرك السيد محمود علوش الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرج على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.